السلام عليكم، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بمقطع جديد. الساعة هلقيت 11:30 واليوم الأحد، التاريخ 25/8. مش عارفة محمد للأسف ايش بيحكي. احنا عمالنا فتحنا نت، لقينا القناة الحمد لله تخطط 1,000,000 متابع. شكرا كثير لكم ولمحبتكم لنا. كتير كتير كان نفسنا تيجي هذه الفرحة، يعني هاي الفرحة بنستناها من سنتين، كان نفسنا تيجي بظروف وإحنا بظروف أحسن من هالظروف، ولكن الحمد لله على كل حال. يعني إحنا كتير تأثرنا لما أجت وإحنا بهذا الوضع، ولكن الحمد لله على كل حال. سبب إنه ما في إنترنت، يعني كان نفسنا إنه نصور اللحظة العداد. لما أيوة هو العداد يعد ويدخل المليون، كان نفسنا هذا الإشي نشوفه نتابع اللحظة هاي زي 100,000 كمان. ولكن للأسف ما في كهرباء، ما في إنترنت. انبسطنا كثير في نفس الوقت زعلنا كثير. في ناس يعني عرفت في هذا الإشي قبلنا، يعني احنا مفترض انه اول ناس نكون مراقبين العداد وننتظر في هذه اللحظة، ولكن في ناس هم اللي شافوا قبلنا. كان نفسنا نعملها بالبيت زي ما عملنا حفلة 100,000، نعمل حفلة كمان في الشمس. المهم شكرا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قصف يا جماعة، الصوت بطول لما يوصل. معقول يوصل الصوت؟ طول لما ينصر. بمناسبة وصولنا للمليون متابع، للمليون مشترك، للمليون أخ وأخت، شكرا لكم كتير لمتابعتكم إلنا، لكل حدا عملنا تعليق جميل، تعليق حلو، لكل حدا عمل لايك، لكل الداعمين في سوبر تانكس، لكل شخص بحبنا شكرا كتير من القلب. وإحنا كمان والله العظيم بنحبكم، نكبر من محبتكم الحمد لله رب العالمين. نعم. ما بدنا ننسى نشكر داعمينا على موقع جوب اند مي وحبايبنا على الواتس اب اللي دايما بحبوا انهم يطمنوا علينا ويسألوا عنا. بنحبكم كتير كتير، وكل حاجة بتقدموها ان شاء الله في ميزان حسناتكم تكون يا رب، وان شاء الله قبل 10,000,000 يا محمد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا كنا انتوا قدها. انا تفاجأت في الرقم اقسم بالله، يعني امبارح الرقم كان 997,000. انا ايش حكيت لك يا رنار؟ احتمال بكره، يعني مش هلقيت، يعني بكره في النهار الظهر ممكن نعدي المليون ان شاء الله، بكون في نت متوفر بنقدر نصور هاي اللحظه. ولكن تفاجأت احنا داخلين المليون، فهاي اللحظة كان نفسي إني أصورها زي ما حكينا لكم في البداية ونشوف العداد. ولكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حدا حرمنا هاي اللحظة اللي هي يعني فرحة عمرنا بالنسبة لنا. صحيح. طبعا احنا حاليا قاعدين يا جماعة وين؟ برا الخيمة. شوف هزين قاعدين برا الخيمة سلاف لنا نايمين. سلاف اغلب وقتنا زي هيك، يعني احنا بالنهار بنوديها من المكان هذا للمكان هذا، وبعد العصر بنضلنا قاعدين لغايه لما ننام بالمكان هذا. صحيح. الصبح بنكون قاعدين بعد الخيمه، يعني هنا بالمكان اللي هذا. صحيح. حنصور لكم لقطات في النهار احنا ببين الاشي اكثر. بالنسبه لنا كمان يعني صار لنا من لما نزحنا، من اول ما نزلنا على البحر هل انت قصدك اول ما جينا على المكان هذا صورنا وبعدين وقفنا التصوير؟ لانه ما في بطاريه، ما في كهرب كافيه، ما في انترنت تساعد محمد انه ينشر لكم الفيديوهات اللي كان مصورهم قبل. فلهيك انا بواجه مشاكل التصوير. بواجه مشاكل في الكهرباء، في شحن الجوال، في الانترنت كمان. بالنسبه للانترنت يعني انا بحاول اني اسعى، يعني في انترنت ولكن سيء، ما بيفتح يوتيوب، ما بقدر ارفع فيديوهات، ولكن في انترنت. ولكن انا المشكله الاكبر اللي بواجهها بس في الكهرباء، انه الجوال يعني طول اليوم والجوال في نقطه الشحن بيشحن، يعني من الصبح الساعه 10:30 ما جبتوش الا قبل المغرب وهو في الشحن. في مشكله كان في الكهرباء، مش عارفين وين، ما بعرف وين الخلل. جبنا ولكن 3 وكان 73 مش كامل، يعني فأنا بعاني بس من قصة الكهرباء أكثر إشي. الحمد لله على كل حال. هذا هو اللي مأخرنا يعني عن تصوير وضع كيف بدينا حياتنا بالخير. صحيح. احنا صورنا لقطات بسيطة بس
العيش اللي هنا عشناه صح؟ لسه ما صورنا حاجة. المهم جوليا ايش بدنا يعملوا؟ لايك واشتركوا في القناة. وايش يعملوا؟ فعلوا الجرس. هلقيتها حلمنا صار ايش؟ 10 مليون. لا احنا بدناش نطلع هيك على طول. الاثنين مليون هلقيت. يلا شدوا حالكم همتكم معنا ان شاء الله. نوصل لاثنين مليون باقرب وقت ان شاء الله. ضلينا عايشين. ان شاء الله رب العالمين. اذا ضلينا عايشين صح كلام. خلينا نورجيكم قلبوشتي وهي نايمة. نايمة هي ورانا ها. هاي قلبوشتي. لا لا مسعش للانا بس نصل رقم المئة ألف. أي الرقم قاعد يطلع. يا بابا شو سويت فيه؟ ايش سويت بالكيك؟ صابونة. ننتظر في المئة ألف مشتركات. حبيبتي يا جميل. حبيبتي. ضلنا 37 مشترك بنعدي بالمئة ألف. لحظة كتير كتير حلوة خاصة ان احنا تعبنا باول ما بلشنا تعبنا كتير ويأسنا كتير وبعدين الحمد لله كملنا فضل ربنا وفضلكم وبرضو محمد كان دايما يحكي لي بدنا نكمل كل بداية صعبة واكيد حنصير الحمد لله رب العالمين صرنا. رنا كانت تيأس كتير لدرجة انها تقول خلاص انا ما بديش اصور خلاص سلاف. سلاف كانت تحكي خلص يا بابا انا ما بديش اصور انا مليت اتعبت ما فيش مشاهدات. ايش شعورك يا جوليا؟ ضايل 20 مشترك. يا رب يا رب يا رب. لا لا على فكره لا تفكروا عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ الملك. لا انا مش فاهم حاجه. لا يلا ضايل 15. يا رب يا رب. الحمد لله كانت بداية سنة صعبة علينا شوية مش شوي كتير ويئسنا فيها كتير كتير ولكن الحمد لله نهايتها كانت خير والحمد لله وصلنا لمئة ألف مشترك ولكل مجتهد نصيب واللي بتعب لازم يلاقي. احنا تعبنا كتير واجتهدنا واستمرينا ما يئسناش من الكلام اللي سمعناه من الناس من الاحباط من اللي شفناه. الناس كثير حكت باتجاه كلام سلبي. والله العشره. احنا ما حدا دعمنا ما توجهنا لاي يوتيوبر وقلنا له ادعمنا. احنا طلعنا بجهدنا وتعبنا وصلنا لهذا الرقم والحمد لله رب العالمين وضايلنا 8 مشتركين نعدي بال 100000 مشترك. صعب اي حد يعمل قناة على اليوتيوب وما يكونش حد داعم. صعب جدا حد يبني نفسه بنفسه يطلع على السوشيال ميديا لانه ما عندناش اي علاقة بالسوشيال ميديا. الحمد لله كسبنا الحمد لله رب العالمين. كان 93 صح؟ رجع واحد. العدو يا جماعة الرقم واقف ايش فيه؟ يلا يا يوتيوب ضايلين 8 يا جماعة بس 8 100000. يلا يا يوتيوب خلص يلا عفوك في الرقم وقف الرقم المسجد يا رب. ايش في الرقم واقف؟ ايوه ضايل 5 مستعانة الفترة يا جماعة لأننا تبقى كتير كتير. يلا الأربعة. أوه يلا يلا يا قطعة الكهرباء. بسم الله ونعم الوكيل. لو خلاها بس 5 دقايق. طب ايش بدنا نسوي؟ فبدنا ندخل على الانترنت عن طريق الجوال. هاي وضع غزة زي ما انتم شايفين. احلى لحظة في حياتنا قطعت الكهرب حسبنا الله ونعم الوكيل. بس 99
مش عارفة تخربطت في الرقم 99999. يلا 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 يا رب يا رب. ثم انتم صبرنا وصرنا 100,000 مشترك على اليوتيوب عقبال المليون. طبعا بحبتكم وجودكم معنا في القناه كبرنا ومتشكركم كثير 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 من القلب. والله بنشكركم وبنحبكم كثير كثير يا احلى عيد. شكرا لكم شكرا لكم كثير بنحبكم كثير.